بنتي؟ كأنك كتير معجبة بحالك هالأيام. لا والله يا رشا، أنا كتير حاسة حالي بشعة وشكلي بده تبديل. لا ألا عن جد عم تحكي؟ أي بس والله ما شاء الله عنك يا معلمتي، وشك مثل القمر وعم بنور نور. تسلمي لي يا حبيبتي، بس أنا عن جد حاسة شكلي بده تبديل. ابدلي. عم تمزحي؟ لا والله ما عم بمزح بالمرة. والله وأنا هيك عم فكر. طيب شو حابة البدلة بالضبط؟ زي شو؟ عم فكر ارفع انفي، شوفي اذا شقلته لفوق بيطلع احلى؟ بيطلع احلى. وكمان عم فكر اعمل كراسي خدوم، شوفي مشان اذا ضحكي كثير بيطلع احلى. وعم فكر كمان ازرع شعر، ليكي مو مبين خفيف؟ وجا على بالي كمان غير بشرتي، يعني هيك اعمل لونها برونز. كمان صح. طيب شو رايك تختصري كل هالحكي بعمليه واحده بس؟ ايه والله يا ريت. كيف؟ بدلي عيونك. بدل عيوني؟ شو مجنونه انتي؟ لا لا ماني مجنونه، بدلي عيونك بعيون بتشوف الواقع والحقيقه بشكل صحيح. عم تحكي عن جد ولا عم تقفلي؟ شوفي انا رح اقول لك بيت شعر بلخص كل شيء حابه اقول لك اياه بهذا الموضوع. تفضلي ست رشا تحفينا. والذي نفسه بدون جمال لا يرى في الكون شيئا جميلا. ها برافو عليك، طلعتي بتعرفي. شو حبيبتي ما تكوني مفكرتيني بنت ثقافتها ضحله. العفو العفو معلمتي، مو هيك قصدي. كتير منيح انك عرفتي بيت الشعر لانك سهلتي علي المهمه. انا اللي حابه اقول لك اياه انه وشنا مانو بحاجه تجميل، لا انفنا ولا شفايفنا ولا خدودنا، اللي بده تجميل هو نفسياتنا. إيه بس نحنا ما بنقدر نعمل عملية تجميل لنفسيتنا. امبلا بنقدر نعمل عملية تجميل لنفسيتنا. شلون بقى؟ إيه بحياتي ما سمعت انه في دكتور بيجمل النفسيات. غلطان كتير. لا تقليلي انه في هيك دكتور موجود. طبعا في. ولك ايدي بزنارك وينه؟ انا مثلا. انتي؟ اي انا. هادي اللي نشوف عربي لنا ياها. انتي عن جد حابة تعملي عملية وتغيري نفسيتك؟ ولك طبعا حابة. حلفي. وحياة جارتك يا رشوش. صدقتك. معناتها بكرة الصبح مري لعندي على العيادة. مري لعندي على العيادة. رشا؟ ايه معلمتي. تعي لقلك. يلا خمس دقايق بس. رشا هلا تعي. عدي شوي. كيف؟ انا كتير كتير عجبتني عملية التجميل النفسية. هلا عم تحكيني كرشا ولا كطبيب نفسي؟ لا كطبيب نفسي. طيب لحظة. يلا وانا. تفضلي. دكتور انا كتير كتير عجبتني عملية التجميل النفسية. كتير منيح لانه الاعجاب هو اول خطوة بعملية التجميل والتغيير النفسي. ايه دكتور بس كتير خايفة انه ما تزبط معنا. كمان حلو كتير لانه الشك هو الخطوة الثانية والاهم. طيب دكتور انا ما بدي ضايقك او ازعجك بس بصراحة عندي اكتر من سؤال. سؤال ولا تساؤل؟ ليش شو الفرق بيناتهم؟ في فرق كبير لانه السؤال هو معرفة الشيء، اما التساؤل هو العلم بالشيء. على هالدكتور شو متفلسف ما حبيته ولا شغيلي. معلمتي لا فلسفة ولا شيء، بس الدكاترة النفسيين هن هيك مثل الحرباية. حرباية؟ لك ايه يعني مخهم ونفسيتهم مثل الحرباية، بيتلونوا حسب نفسية ومخ المريض. خلص ولو حكيني بلغة الشارع لأفهم. بتعرفي معلمتي؟ عملية التجميل تبع النفسية بدها كومجي، ما بدها دكتور نفسي. كومجي؟ شو نحن قاعدين بالشارع يا عبشوم عليكي يا رشا؟ ايه كومجي. وما رح تصدقيني إذا بقلك كمان في إلها قطع غيار وقطع تبديل للنفسية. عن جد عم تحكي؟ ايه وبدها تزييت وبدها تشحين كمان. لا أنا عن جد مخي سكر. ماشي معلمتي، رح نفتح لك مخك بنفس أرجيلة وكاسة شاي أكرك عجم. لك ايه هذا الحكي اللي بيجي بالفحص. يس. هلا النفسية بحاجة لكومشي وغيار زيت وتشحين.
ولك والله رح تجنني يا بنت والله. كوهمجي نفسيات لك بالضبط. والله ما اقتنعت. طيب سؤال. تفضلي. سمعانة بمصطلح اسمه كبح جماح النفس؟ ايه طبعا سمعانة. حلو كتير. ركزيلي كتير على كلمة كبح، شو معناتها؟ شو معناتها؟ شو المعنى؟ كبح جاية من المكابح، والمكابح يعني الفرامات. قصدك انه نحن لازم نعود نفسنا تضرب فرامات؟ عظيم كتير. ولولا هيك لو ما كانت جاي كبح من المكابح من الفرامات ما كانوا قالوا عنا كبح، كانوا سموها شي تاني. حلو حلو ديديني عشقان. طيب يا معلمتي سمعاني بمصطلح اسمه النفس الصديقة؟ اي طبعا سمعاني. طيب النفس الصديقة جاية من الصدي، يعني عليها صدي، وكيف نروح هذا الصدي؟ بالبردة بنحفه وندهن فوقه. برافو عليكي. وهذا الحكي كلياته شغل مين؟ شغل مين؟ الكوميدي. برافو عليكي يا معلمتي. حلو كتير. ايه بس يعني شو الفكرة؟ الفكرة من خلال مشاهداتي لإلك ومعرفتي الشخصية بحضرتك اكتشفت ما يلي. عديلي على أصابعك لشوف. أولاً أنت لازمك تغيير بوجية. المعنى؟ المعنى أنه أنت لازمك شرارة التشغيل نحو الأمل والتفاؤل. حلو. وثانياً؟ ثانياً أنت لازمك تغيير كليات. المعنى؟ المعنى يا ستي أنه أنت ما عم تقدري تكبحي جماح الغضب عند المطبات وعند الصعود. حلو. طيب وثالثا؟ ثالثا وهو الأهم أنه نفسيتك بدها دوزان. أنا نفسيتي بدها دوزان؟ طبعا. عدي على أصابعك. الإيد الثانية لو سمحتي. ألف ألف أنه عم تخطف على اليسار، والدليل أنك حابة التغيير ومالك مقتنعة بشكلك. طيب وبي؟ بي دركسيون عندك بده تغيير. ليش يا حزري؟ لأنه ما عم تقدر تلفي الكواع النفسية بشكل مرتاح. حلو الحديث. حلو هالكلام. رجعينا على الإيد الثانية. رابعا وهو الأهم والأكثر أهمية من ثالثا أنه لازم تبدلي طقم الدواليب تبع نفسيتك. لا هي ما دخلت من خدمه. يا معلمتي طقم الدواليب تبع النفسية هن الثقة بالنفس والإيمان بالشكل الظاهري اللي أنت موجودة عليه. بس أنا ما فهمت يعني شو الربط بين الثقة والإيمان والدواليب؟ طيب أنا برجع أتفهمك هذا الربط، بس أول شي بدي أشرب مي لأنه نشفتي لي ريقي، وتاني شي بخلص واجباتي كخادمة وبرجع لك. هلأ فهمت ليش بيقولوا إنه سيارتك هي مقياس شخصيتك. نعيما معلمتي. الله ينعم عليك. يا ويلي يا رشا الحمام والله بشيل الهم عن القلب. لكن مشان هيك في شي بعلم الكومجي اسمه مغسل سيارات. كمان هي فيها ترابط؟ طبعا. لك انا لهلأ ماني عم افهم شو الربط بين الثقة والايمان والدولي. ركزي معي شوي وانا بشرح لك ياها. النفس المزعزعة هي مثل الدولاب المبنشر. ايه وقلة الإيمان أو ضعف الإيمان هو نفسه دولاب المنفس، كل ما ضعف أكثر بنفس أكثر. إيه شو إيه؟ لحظة. خلينا نرجع لأول نقطة.
تفضلي. هلا انا كنت مالي من شكلي ومالي حاببته. صح. وكنت بدي غير انفي وبشرتي وخدودي وشعراتي. مزبوط. واجيتي انت ربطتي لي النفسيه بالكومجي. صحيح. لك انا عاد فهمت شيء. وهي بختنا الكوسايه. يا معلمتي يا حبيبتي انا بفهمك. انت صار لازم تروحي لعند كومجي نفسيات وتغيري نفسيتك مشان بس تطلعي بالمرايه ترجعي تشوفي حالك حلوه وجميله وبتطيري العقل. ايه. ايه شو ايه؟ بصراحه انا لهلا ما قلت لك الخلاصه. ايه شو ناطره ما تقولي. بتعرفي شو معلمتي؟ شو؟ انا ناطره روح خلص هالطبخه وكمل واجباتي كخادمه لانه انا رح موت من الجوع. لا والله ما بتقومي لحتى تقولي لي شو هي خلاصه الحديث، بعدين بتحشي المحشايه؟ شقاره يعني؟ انا قايمه اخلص شغلي كخادمه وبعدين بحكي لك معلمتي. يا عيني عليك يا رشا على هالاكلات شو طيبين. صحة وهنا يا معلمتي. ايه نرجع هلا شو خلاص الحديث؟ خلاص الحديث يا معلمتي انه كل واحد فينا هو كومجي نفسه. شو؟ يعني يا معلمتي لازم يكون داخل كل انسان في كومجي صغير ومعلم كمان. اه فهمت عليكي. شو فهمتي؟ فهمت انه الانسان هو الوحيد اللي بيتحكم بنفسيته. وانه هي الضغوطات اللي بتصير معه بحياته يعني هي شغلات عاديه روتين بسياره النفس البشريه. برافو عليكي. بس هلا الشيء الثالث اللي ما فهمته وما دخل مخي بنو ايه انه مثل ما بيقولوا النفس اماره بالسوق. ايه بس مو هون مربط الفرس. وين لك مربط الفرس؟ انه الامر النفس بتامر شو ما بدها وانت فيك تجاوبي فيكي ما تجاوبي. ايه بس هون ما في سياره وما في تشابه بين السياره والنفس الاماره بالسوق. غلطانه معلمتي شكلك لساتك على سياره جير عادي في تيس وما في تيس. يعني شو يعني المعنى؟ المعنى يا معلمتي انه هلا في سيارات اوتوماتيك بنزين وفرام وبس ما في دبرياج. شو العمل؟ لك طول عمرك وانت تعملي هيك، بقول لك على شغله بتقولي لي ما بعرف، ما بعرف، لك شو بتعرفي انت شو بتعرفي؟ بتاكلي وتشربي وتنامي بس؟ العمى ضربك ضرب. دقي لمكتب الحوالات، شوفي اذا الحوالة وصلت ولا لا. أميرين؟ مرحبا، لو سمحت، في حوالة وصلت باسم الأستاذ ساهر؟ ايه. طيب شكرا. شو؟ وصلت. ما فيك تقولي لا؟ هي بتعملي؟ لك اخ اخ وينو سمير؟ ما بعرف. دقي له. وصل. بن حلال. شو صار؟ شو بك؟ شو بك؟ شو بني؟ مبسوط كثير، مروق، حتى انا وجاي مرات على مدينة الملاهي لعبت بالقلابة وبالسيارات ورحت حضرت فيلم سينما. شو بني؟ ليه؟ يا استاذ لا تزيد على قلبي على حب الله. استاذ ساهر يا سهى نحن نصصنا العمل يا جماعة، لسه المعدات ما دفعنا أجارة، لسه الكاس الفني كله، الإضاءة، ولك معدات التصوير، ولك الإطعام، المواصلات، لك الشوفيرية أكلوا راسي، بدنا معزون، بدنا بنزين يا جماعة، لازم ندفع لهم مصاري، أكلوا راسي، أنا الموبايل شلته كبيته بالبيت. لك هلا طول عمرنا نستناهم، ما يستنونا؟ ما فينا يا استاذ. لك كلنا كم يوم بتيجي الحوالة بندفع لهم مصاريهم على كامل دوز بارا. وين الحوالة؟ إيش الحوالة؟ ما إجا بطيخنا، هلا اتصلت هي قالوا لها ما إجا. عم بيصير ما تجي يا استاذ، رح ننصص العمل ما حدا أخذ فرنك، والله بنتبهدل يا جماعة بنتبهدل نحن. طيب اسألوا لأبو عاطف، وين أبو عاطف؟ دق له. نحكي معه لأبو عاطف. لسا هلا ما دقيتوا له كمان. هلا بندق له، طول بالك علينا شوي. استاذ أكلت لي العالم راسي الله وكيلها. أبو عاطف، أبو عاطف نجار، أبو عاطف فلافل. مو السمكر. صحية، أبو عاطف إنتاج. هيكو. أبو عاطف إنتاج. هلا من الاول تقول له ابو عاطف نهونا من القصه بقى. يي إيه؟
خير استاذ. شو في؟ أيها الطائر في السماء إلا زوردية اللون اهبط علينا انزل علينا وقل يا هناك في الأفق يتلاشى كثير من الناس يتهافتون علينا يريدون منا فلوسهم من أين نأتي وليس باليد حيلة أيها الطائر في السماء يا رب لك شو فين؟ شو هالنغمة اللي حاطة اسمها ايش؟ لك ليش ما غير النغمة؟ اسف هات والعمل العمل شو بتساوي؟ يا استاذ تكون مخربط بالرقم تقله ثاني مرة شلون يعني مخربط بالرقم؟ مو معقولة ابو عاطف عند ابو عاطف اهدى ابو عاطف ابو عاطف ايش تقى مش تقى شو هي حزن ما بيشي حال معنا هيك مصاري نفس النغمة بهدل شو يساوي بهدل شفت المحامي صح استاذ على على مبلغ على مبلغ على مبلغ جيب لك كاس مي على مبلغ ما بدي شيء شربت مي صح على مبلغ يا استاذ المحامي ما راح يفيدنا بشيء المحامي ما راح يفيدنا نحن لازمنا مصاري للشركه لندفع للعالم ونخلص انتونا بقى يستنونا لك طول عمرنا عم نستناهم يا جماعه يستنونا يطولوا بالهم علينا شوي اسمعوا للحكي اسمعوا ما فيهم يستنونا يا استاذ العمل صار نصه وما حدا منهم قابض ليره هلا اذا رحنا على شركه ام دي اف ايه بدينونا شيء؟ ما حدا بدين حدا بهالايام يا استاذ شو عم تحكي نحن شركة مهمة شلون بدنا ندين بالعالم؟ طيب ما بصير هيك لازم تلاقي لها حل استاذ ساهر اجتماع اجتماع يا رب اجتماع يا رب. اجتماع طيب أنا مسلسل صورنا حوالي ما اجت صورنا نصه وما عم نقدر نكمل أبدا ممثلين فنيين كل العاملين بالعمل معصبين وبدهم حقهم صح شو نساوي شو نساوي انا ما حدا بيقول لي دراعي ما حدا بيقول لي هيك تحمل حالك وتروح على البنك حسابي بتعرفه تسحب مصاري وبتفت على عالم وبتكمل المسلسل إلا لا يا استاذ لا كان لك الشغلة بدها سكة لك يا الله شو بتحبي النوم؟ قومي حدة يا حلوة يا حلوة شو بدك؟ ما بتخلي الواحد يعرف ينام قومي تعي قومي تعي شو في؟ شو في لي وشي؟ شو شايفة فيه؟ ما في شي ليش مو حاطة ماسك؟ لك لا مو هذا قصدي طلعي منيح مو حاطة مكياج لك تطلعي حدة شو بكي؟ العمى هذا نفس مشهد امبارح هيك المخرج عايده لك حدة شو بكي عم تحكي مع حالي؟ لا ولا شي ولا شي فرجيني لشوف في حبة جنب انفك هون ولا هون؟ على هذا الخد نفس تبع امبارح عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد عم بحكي ايه لا تقوليها Thank you.
عم بمزح انا. لك تضربي شو سائلة يا حدة؟ لك تطلعي منيح شو مبين معك يا بشير؟ ايه في تجاعيد حوالين عيونك. لك تطلعي حدة اي تجاعيد؟ لك شو اي تجاعيد؟ ممكن بدك تروحي لعند دكتور يعمل لك فيلر مشان يروحوا؟ شو بكي خلص انتهينا. انا؟ لك ليش الفيلر؟ لك شو ليش الفيلر؟ مو انت عندك موعد عند الدكتور؟ شو بكي لك بدك تجننيني انت؟ طيب اطلعي منيح وشوفي شو مبين معك بوشي. فرجيني. ايه والله راحوا. ايه طبعا حبيبتي بدهم يروحوا، لكن انا شو صغيره لساتني بالعمر على موضوع الشد والنفخ والتجاعيد وما بعرف شو. ايوه. وانت ليش مستغربه؟ ماني مستغربه، بس وين راحوا التجاعيد؟ لك حبيبتي ليش متضايقه؟ ليش انا عندي تجاعيد لحتى يروحوا؟ معلش انا ماني متضايقه، ليش لحتى اتضايق؟ سؤال. تفضلي اسالي. هلا اللي عم نعيشه نحن الان طبيعي؟ ليش شو عم يصير معي؟ لك هذا اللي عم بيصير. لا تجاعيد مع الحياة ولا حياة مع التجاعيد. لا معلش ركزي معي، انت كان عندك تجاعيد وبدك تروحي لعند الدكتور مشان يروح لك اياها، لانه حاسه حالك كبيره بالعمر بسبب هي التجاعيد، والشباب ما عم يجوا يخطبوك لانه عندك تجاعيد، صح؟ انا اطلعي بوشي حدة، وين التجاعيد؟ ليش الشباب لحتى ما تطلع فيني؟ اه لكي انا عم بتطلع بوشك ماني شايفه شيء، ولا قلك شايفه قمر 14 ما شاء الله شو هالجمال هاد. ليكي حبيبتي تطلعوا فيكي الشباب ما تطلعوا ما بيهمني، حبوكي ما حبوكي ما بيهمني، انا اللي بيهمني الماسكات، بدك تعطيني اياهم ولا لا؟ اي ماسكات؟ ايه الماسكات، مو انت بدك تعملي فيلر؟ لا ما بدي اعمل فيلر. بعدين شو حبيبتي مشان صابونة الغار تبعك تبع التراث؟ ايوه معناها فعلا كان في عمليه وكان في تجاعيد ودكتور العمليه الافتراضيه الفلات. بعدين حبيبتي انا محافظه على التراث، بس هذا نوع من التغيير. اي فلار اهلين فلار. وشو اللي غير رايك؟ لان لقيت ما لهم داعي. بالله ومبارح لما قلت لي ما في داعي تصرفي مصاريكي على هيك شغلات بلا طعمه ما رديتي. اي ما شاء الله حولك شو فهماني. بالله لا هلا صار بدها متي. تشربي متي؟ ما بدي، بدي قهوه. وعم تتشرطي كمان، بدك قهوه؟ ما رح ساوي لك قهوه، بتعرفي ليش؟ مو لانه ما بدي ساوي لك قهوه، لا، مشان تشربي سوائل كثير، المي مفيده لنضاره البشره، وانتي لازم تحافظي على نضاره بشرتك، عرفتي كيف؟ وبايدك، بتضلك سقيله. ايه انا سقيله، مزبوط، وما رح اعمل لك قهوه، لو بتطلع عيونك بالطول وبالعرض. روحي ساوي قهوة. ماني مساوية قهوة، قومي ساوية لحالك. ما بدي. وأنا ما بدي. ايه يا معتل؟ سهل سهل انا. ليش؟ لك والله سهل، عم حكيك بالمكتب. انت ما عندك طاقه يا ابو عاطف. ايه روح يمين شوي شمال شوي. ايه لا ايه انا هيك منيح. ايه يا ابو عاطف عم تسمعني؟ هلا صرت اسمعك. ايه مشان البروشورات. نعم نعم. ح ح ح ح ح ح حاضر حاضر حاضر. الله اوكي. ابو عاطف حبيبي وحياة عينك لتشوفوا بروشور ما نعمل. أنا مكلف نص الفنانين التشكيليين يعملون بروشورات وأنا أشوف وقرر. على رأسي. أبو عاطف شو بشأن حفاتي؟ مو عدتي تنزل لعنا على الميدان؟ ماشي. بس يصير لك مجال أهلا وسهلا. حبيبي يا أبو عاطف. والله عم بسمعك. إيه إيه. ماشي ماشي. بخبرك شو بصير معك. الله معك أبو عاطف. الله معك حبيبي. مع السلامة مع السلامة. الله معك مع السلامة. مع السلامة. الله عليك يا ابو عاطف. كبسه ومندي. سوها يا سوها سوها. صباح الخير استاذ. اهلا سوها كيفك؟ شو سامعك مشان البروشورات؟ جبت لك احلى بروشورات رح يعجبك كثير كثير. تفضل جيب. حلو يا ابو عليك لي. بموت بالسماوي بموت بالسما. شو هاللون الحلو؟ شو هاللون؟ مين عامله هاد؟ ظريف مو؟ استاذ هذا عامل رفيقتي. حلو كثير فنانه استاذ مبدعه.
شوفي هون الابيض يا هيك عادي هيك تمويجه تمويجه برافو عليك برافو حلو 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 كثير خلي على جنب شوي معك الله الله على الاصفر الله اصفر مع البني هيك الوان متدرجه يا عيني وفي هيك لدعة احمر الكلمه بالاحمر شو الله موت انا بالاحمر والاصفر والبني ذوق كلك ذوق يا استاذ شوفي بعدين هون الخضار على النظاره كيف كاسر هي الحده تبع الصفار الزايد ابداع حلو كثير بالعربي بالاجنبي مشان الناس تقرا وشو عليك برافو 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 سا لا 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 مو معقول هي اللمعه بتاخذ العقل الله 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 شوفي شوفي بعدين هون عاطي لكل اللي اشتغلوا بالعمل ما في عنا والله انه نجم وما نجم بدور ثاني دور ثاني استاذ عاطين كل ممثل حقه طبعا طبعا برافو عليك برافو عليك مربعات ومستطيلات ومثلثات ومتوازي الاضلاع شوفي هاي الدائره هون بتجنن كسر حده المستطيلات المتوازيه الاضلاع حسب فيثاغورس جيب مربع زائد تجيب مربع زائد واحد استاذ هذا هذا البراشور رفيقي رفيقتي تمت 10 ايام وهي عم تصمم حلو حلو برافو لا لا مو معقول مو معقول شو هالكرتون الحلو شو هذا يا عيني يا عيني بجنن بجنن شوفي 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 ممثلين شلون الله الله شي مرتب استاذ حلو طبعا طبعا كمان في لمعه حلوه مو معقول المستطيل هون شوفي وما كان من أسى ورضا وحب لم يكتمل يا مرحب إلا بعد طلعات وبسمات ومناجات مين إجا سمير؟ سمير حبيبي مين إجا مشان يشوف الإبداع الشيء الحلو تبع فؤاد شوف المربع شوف المربع كيف كاسر حدة ال أعطيني أستاذ تفضل شوف كاسر شو؟ كثير حلو كثير حلو سمير كثير حلو اللون الواحد رايق رايق لا يا أستاذ مين مين عامل لك يا هدول رفيقتي رفيقتي بتشتغل شيء؟ ايه بتشتغل مو صح شو مو صح يا استاذ مو كل شغله تشوفها بتحبها يا استاذ لا تقدر تقول شوف يا استاذ خلاص 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 تشتغل شغله للمصلحه الجماعيه احنا بيهمنا اسم الشركه تفضل فرجينا شو جاي سمير سمعنا العمى ضربك خلينا نشوف شو تفضل استاذ الله بعد السهر الطويل والابداع المتالق انجزنا هذا اللون شوف لي الله حدة اللون السماوي الفاتح يا الله خاطر القلب خاطر القلب هذا لون الزبد تبع البحر لك هون في لون البحر هون لون الزبد تبع البحر شوف لي استاذ شوف لي شوف لي حلو برافو برافو شوف لي شوف لي الغيوم البيض هون تدل على يعني تدل على شيء من المحبة والحب استاذ احنا عندنا كل حب استاذ هذا مو براشور مسلسل هذا براشور افلام كرتون خلص استاذ خلص يقطع عمرك حلو ولا كلمة بتحكي لخلص يا حلو حلو يا سمير حلو حلو سمير شوف لي استاذ اللمعان اول شيء شوف لي الخطوط هي هي مقلمه تقليد منسجمه شوف كيف منسجمه منسجمه مع مع الداء والراء متداخل لكن الانسيان لكن استاذ بعرف شو عم نشتغل نحن مختصين استاذ حلو حلو علماء استاذ الله 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 شوف 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 اللون شوف استاذ لا هذا هذا ما دخل هذا بروشور استاذ شو هذا دفتر تبع بريك الشاورما تبع 200 ليره هاي ما دخل استاذ يا الله استاذ هذا دفتر التليفونات هذا استاذ حلو حلو كثير ابداع مختصين عم يشتغلوا مو رفيقي ورفيقتي شوف كرتون وكرتون لك يا استاذ مقوى مقوى الله فبنعتمد هدول بنعتمد هدول خلص لك لا استاذ شو بدنا من هدول استاذ هذا سمير بده بده يخرب الشركه ما بدي خرب بدنا نعتمد هدول مو على كيفك هدول مو برشلونه مو على كيفك شركه محترمه مو على كيفك لا على كيفي مو على كيفك ليك شوف شوف مو على كيفك لا على كيفك سهر سمير سمير سهر ولا خلاص سمير لا لا سمير أنا بدي مشيك. شو بدك ليك؟ سمير. اجتماع. اجتمعي. اجتماع. إيه نجتمع. اجتمعي. تفضلي. تفضل. تفضلي أنت. تفضل أنت. لا تفضلي. خلصنا سمير. عم ضربك ضرب. على فوزك ها. خلص. خلص. هو عم يجهرني هو بضل يجهرني هو. شو صاير؟ بضل يجهرني هي. شو صاير له؟ العمل؟ ما بعرف كيف. هو سمير هو سهى هي. تفضل. مسلسل. مسلسل برشور برشور ألوان فاقعة فاقعة مد لمعة برشور أنا اللي رح ساويه رح سافر على الصين وهنيك في عندي شاب رفيقي اسمه جان شين جون
ورح قل له يعملنا مجموعة لابتوبات ونعمل على اللابتوب البروشور ونوزعه لكل العالم. ايوه لا مظبوط عم تحكي، لانه هيك شغله بدها ذكاء. والله الشباب عم يلعبوا عم يلعبوا. ولك طبعا وعدينه لكل واحد فيلا وسيارة إذا فاز الفريق، شو بدنا أحسن من هيك؟ دك شوت يا حرام. كان جول كان جول والله. خلص الشوط الأول. والله مباراة مثل النار. إيه والله معك أنا. والله شكلك عم تفكر بشي قصة. وين شردت؟ ما عم فكر بشغلة. طبعاً عم تفكر بشغلة، بس شو هي؟ هيو؟ فريقنا تبع كرة القدم ليش هيك بيصير معه دائماً؟ وشو عم بيصير معه؟ يعني بيطلع لبرا، بيلعب مباراة، بيضحك العالم علينا وبيضلوا راجل. لك عادي، حظهم زفت، اختاري. لا خيو لا 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 لا، مو موضوع حظ، أنا متأكد إنه في شي تاني. شو قصدك في شي تاني؟ يعني خذ مثال، لاعب خط الوسط تبعنا، لك هذا كنت أنا وياه بالمدرسة سوا، صديق طفولتي هاد. إيه يعني رفيقي، رفيقي وابن حارتي، حافظه بصم أنا. كان بس تيجي الطابة لعند رجله تحس هيك الطابة لزقت فيه، طش طش ويلعب فيها وكذا، ضل معه شي ساعة. إيه أخذوه ليلعب بالمنتخب، بس طلع المباراة تلاقيه عم تفشكه ويشوط الطابة هيك يمين وشماله بشكل عشوائي مثل الأفكا، نحول الفرد حوله يا زلمة. أهلا مكينة لعيب. لا لا كان لعيب، بس صار بالفريق مدري شو صار، وبتجي الطابة هيك تلاقي حل هيك ويا بالله. انت عم تظلمه، شكلك مخربت والله مخربت. ايه لا مو مخربة. انت متأكد انه هذا هو؟ ايه متأكد، نفس الاسم واسم الاب ونفس لون الشعر حتى. نفس لون الشعر؟ يعني في واحد عم يلعب بداله بنفس الاسم؟ لك لا انا ما هيك قلت. اسكت اسكت تضرب شو اجدب، بتظن بالناس سوء. خيو مو لاعب خط الوسط، السباح الاولمبي تبعنا بتعرفه؟ شو بو كمان التاني؟ ايه كان ابن رفيقه لوالدي، كنا نروح على الشط سوا. الله وكيلك الله وكيلك، ما عم زل عليك بولا حرف. تقول مثل الحوت يا زلمة، شي كتير سبيح ما شاء الله عليه، كان يسبح من الشاطئ الأزرق لجزيرة إرواد ويرجع ونحن لساتنا عم نعمل مشاوي. سباح كان. ايه شبه أخذوا لي السباح بالأولمبيا، هو نط هيك شك بالماي، بلع ماي مدري شو صرنا، اختنق بلش بلعت بلعطف هالماي، تقول بحياته مو نازل على الماي، فضحنا. عادي بيكون حظه مو منيح. لا 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 اكيد في شي تاني. انت شفته بعيونك هو عم يسبح من شاء الحلال والحرام يا رفيقي ويا صاحبي، انا على طول بشوفه من ورا، يعني ولا مره شايفه من قدام ولا مره شايف وجهه، بس متاكد انه هو نفس الاسم يا اخي نفس الاسم. هذا الموضوع اللي عم تحكي له علاقه بنفسه تبع كره القدم يا حبيبي، في إنا بالقصة أكيد حاطين له شي بالمي حتى الزلمة داخ وصار معه هيك. ما معقول. لا طبيعي. بلش الشوط الثاني. يا سلام. جاهز؟ يلا. جاهز؟ خلينا نشوف الشوط الثاني أحسن ما وينك.